الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى المجتبى محمد بن عبد الله. ثم أما بعد، في الميكيلس مينتين إكويجين يا أخوانا المحترمين، ما كناش نقدر نحسب الفي ماكس، ما كناش نقدر نحسب الفي ماكس بالضبط، تمام؟ ما كناش نقدر نحسب الفي ماكس بالضبط، وبالتالي مش راح نقدر نحسب الكي أم بالضبط، تمام؟ لكن انا عشان اتخلص من هذه القصة، حط اقلب كل اشي، يعني بدل في انيشيال، بدل في انيشيال بدي يساوي في ماكس، تمام؟ وبعديها بتكمل المعادلة، اقلب بصير واحد على في انيشيال بدي يساوي كي ام على في ماكس ضرب الكونسنتريشن اوف السبستريت زائد واحد على ايش؟ في ماكس. الان هذه المعادلة يا اخواننا مش يعني عادي، بس هيك مش مطلوبة. المطلوبة يا اخواننا لما انت تقلب، لما انت تحط واحد على واحد على، يعني لما انت تقلب يا اخواننا بطلع عندك ايش؟ الشكل خط مستقيم، بطلع عندك ايش؟ الشكل خط مستقيم. يعني اخواننا المحترمين شايفين هذا الشكل، حولته إلى خط مستقيم، فمين أنا أحسن، أدرس هذا الشكل ولا أدرس الخط مستقيم؟ طبعا أدرس الخط مستقيم. فبدل يا إخواننا المحترمين، بدل ما هنا حيكون السبستريت حيكون واحد على سبستريت، هنا بدل الفي حيكون واحد على في ماكس، تمام؟ مش هنا، هي آسف، هنا على السينات السبستريت واحد على سبستريت، وعلى الصادات الفي انيشيال واحد على في انيشيال، وبالتالي يا اخواننا وبالتالي على السينات واحد على سبستريت، على الصادات واحد على في انيشيال. اسمع بالله عليكم، تقاطع المنحنى مع محور الصادات، بيعطيني واحد على في ماكس. إذن تقاطع المنحنى مع محور الصادات اللي هي هذه النقطة بيعطيني واحد على في ماكس. هذه النقطة عبارة عن 1/10، إذن الفي ماكس واحد على في ماكس بدي يساوي 1/10، بدي يساوي 1/10. إذن اقلب 1/10، إذن الفي ماكس بدي يساوي 10. الفي ماكس إيش بدي يساوي يا إخواننا؟ 10. طيب الآن تقاطع المنحنى مع محور السينات بده يعطيني سالب 1 على كي أم، بده يعطيني سالب 1 على كي أم، مثلا سالب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ما هو هذا انا مش عارف قديش ايش نحط، مثلا نعتبر يا اخواننا هذه النقطه مثلا 5%، 5 ايش من 100، اذا سالب 5%، اذا سالب 1 على كي ام بده يساوي سالب 5%، سالب 5%، اذا السالب مع السالب بصير موجب، اذا الكي ام، بدها تساوي، الكي ام بده يساوي 1/5%. الان ركزوا على اللي بدي اقوله، ايش هو الميل؟ الميل هو الصادات على السينات، يعني 1 على في انيشيال على اللي هو الصادات، على 1 على السبستريت، واحد على ايش؟ السبستريت. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اسف يا اخوانا، لا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، ما بدي اقول السبستريت وما بدي اقول الفي انيشال، بدي اقول الفي ماكس والكي ام. فالسلوب المنحنى، السلوب ايش بدي يساوي؟ 1 على في ماكس على 1 على كي ام، 1 على ايش؟ كي ام، وبده يساوي طبعا المقام بسط، وبده يساوي كي ام على في ماكس. اذا السلوب بده يساوي كي ام على في ماكس، اذا المنحنى بده يساوي كي ام على في ماكس، كي ام على في ماكس. الان لما المنحنى يا اخواننا المحترمين يرتفع لفوق، يعني مثلا الواحد على الفي ماكس
كنا نقول وكانت 1 من 10 صح؟ نخليها 8 من 10. إذا لما المنحنى هذا يكون هنا يعني هيك، ها هيك، مش إحنا قلنا تقاطع المنحنى مع محور الصادات هو 1/Vmax؟ إذا 1/Vmax بدي يساوي 8 من 10. إذا ال Vmax بدها تساوي 1/8 من 10، يعني قديش؟ يعني اللهم صلي على نبينا محمد، يعني 1/8 من 10 يعني قديش؟ المهم انه الفي ماكس كانت اقل من الفي ماكس. ايش قصدي؟ انه الفي ماكس الثانية كانت اقل من الفي ماكس الاولى، فالفي ماكس عند 8 من 10 كانت اقل من الفي ماكس عند 1 من 10. يعني كلما المنحنى يا اخواننا ارتفع لفوق، اذا المنحنى ارتفع لفوق الفي ماكس راح تقل. اعيد، ما هو يا اخواننا مثلا انا عندي انه ما هو يا اخواننا انتوا احسبوها بالحسابات بتبين، يعني مثلا المنحنى كان عند 1، اذا الفي ماكس بدها تساوي، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، لا بنفعش نقول 1، بدنا نقول 9. يا اخوانا انا عشان معيش آلة بالحسابات، لو المنحنى ارتفع لفوق الـ1/Vmax راح تزيد، الـ1/Vmax راح تزيد، لكن الـVmax راح تقل. تمام. الان لما المنحنى يا اخوانا يروح ناحية محور السينات الموجب، الكي ام راح ترتفع، وبالتالي الافينيتي راح تقل. يعني انتوا يا اخواننا خدوا رقمين، مثلا انه مثلا المنحنى كان عند يعني تقاطع عند -1 وتقاطع عند -5، تمام. اذا هادي جيب الكي ام تبعتها وهادي جيب الكي ام تبعتها، تمام، وشوف مين اكبر. حتلاقي الكي ام -1/10 اكبر من الكي ام -5/10، تمام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وبالتالي الافينيتي بتقل. مثلا نعتبر انا يا اخواننا هاي المستوى الديكارتي، وهنا مثلا يا اخواننا هنا -3، تمام. اذا الكي ام حتساوي تلت، حتساوي ايش؟ 1/3، صحيح. وهي مستوى ديكارتي، وهان يا اخواننا كان يا اخواننا -5، اذا الكي ام 1/5، اذا الكي ام 1/5. فلاحظ مين اكبر، الواحد على خمسة ولا 1/3؟ مين اكبر؟ أكيد 1/3 أكبر من 1/5، فالكي أم للواحد على 3 أكبر من الكي أم للواحد على 5، وبالتالي الأفينيتي للواحد على 3 أقل. إيش بدنا نعطي قاعدة إنه إذا المنحنى يا إخواننا ارتفع على محور الصادات الفي ماكس راح تقل، لكن 1/V max راح ترتفع. إذا المنحنى اتجه لمحور السينات الكي ام راح تزيد، لا الكي ام ايش يا اخوانا راح تزيد، والافينيتي راح تقل. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. وقلنا السلوب اللي هو الميل كي ام على في ماكس. لاحظ لما انا يا اخوانا الميل يرتفع كيف ارتفع الميل؟ بحاجتين، اما الكي ام زادت واما الفي ماكس قلت. فلما الكي ام تزيد المنحنى راح يجي على محور السينات، راح يجي وين؟ على محور السينات، تمام. ولما الفي ماكس تقل المنحنى راح يرتفع على محور الصادات، تمام.
يعني اخوانا هذا المنحنى لو بدك تلزه على محور الصادات حتلاقيه زي هيك، يعني الميل زاد، الميل زاد. ولو بدك ترفعه فوق على محور الصادات حتلاقيه زي هيك، يعني ايضا الميل ايش يا اخواننا زاد، تمام؟ ها زي هيك ايضا الميل يا اخواننا ايش زاد. فالسلوب متى بيزيد؟ عند ارتفاع الكي ام او عند نقصان الفي ماكس، او عند نقصان ايش الفي ماكس. هذه يا اخواننا بسموها اللاين ويفر بارك بلوت، اللاين ويفر بارك بلوت، عشان احسب الكي ام بالضبط والفي ماكس بالضبط، بالضبط يا اخواننا المحترمين. الان اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. هالحين في اشياء بتعمل انهيبيشن للانزايم اكتيفيتي، انهيبيشن للانزايم ايش اكتيفيتي. الان يا اخواننا المحترمين الانهيبيتور عباره عن ريفيرسابل وإيرريفيرسابل، ريفيرسابل وإيرريفيرسابل. ايش يعني؟ ايش يعني انهيبيشن؟ بيخلي الانزايم ما يرتبط في السبستريت، فهذا انهيبيشن للانزايم اكتيفيتي، صح؟ طيب ايش يعني يا اخواننا ريفيرسابل؟ انه هلقيت يا اخواننا المحترمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، هذا هو الانزايم تمام، وهذا هو الاكتيف فورم. ايش يعني الاكتيف فورم؟ يعني السبستريت راح يرتبط هنا، تمام تمام. الان بيجي يا اخواننا انهيبيتور، اشي انهيبيتور بيرتبط وين؟ في الاكتيف سايت، في الاكتيف سايت. فلما يجي يا اخواننا السبستريت يرتبط في الاكتيف سايت بيلاقي انهيبيتور فما بيرتبط، فالانزايم ما بيرتبط، ما بيرتبط عليه السبستريت، تمام تمام. طب ايش قصده ريفيرسابل؟ ايش يعني ريفيرسابل؟ لما انت تزود تركيز السبستريت بشكل فظيع جدا جدا، لما المتفاعلات تزيد، لما السبستريت، لما الرياكتنت يزيد بشكل كبير جدا، بيروح على الانهيبيتور هذا وبيطرده، بيروح على الانهيبيتور هذا وبيطرده، بيطرد هذا الانهيبيتور وبركب بداله. الان اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، هنا قصده ايش؟ بالريفيرسابل. ايش يعني ريفيرسابل انهيبيتور؟ يعني بيقدر الانهيبيتور ينقام من الانزيم، وهذا بيكون ارتباط الانهيبيتور بالانزيم عبارة عن نون كوفيلنت بوند، يعني بوند مش قوية، نون كوفيلنت بوند يعني بوند ايش مش قوية. فلما انت تعمل ديليوشن للانزيم انهيبيتور كومبلكس، لما انت تعمل ديليوشن للانزيم، لما انت تعمل ديليوشن للانزيم الانهيبيتور كومبلكس ديسوسيشن، يعني الانهيبيتور بتصير الى ديسوسيشن، يعني ريفيرسابل بوند انهيبيتور اند ريكفري الانزيم اكتيفيتي، يعني الانزيم بتعافى تمام. طب ايش يعني ايرريفيرسابل؟ ايش يعني يا اخواننا ايرريفيرسابل؟ الايرريفيرسر انهيبيتور انه يا اخواننا يرتبط الانهيبيتور على الانزيم برابطه كوفيلنت وما بيغادر هذا الانزيم، وبالتالي بيدمر الانزيم. يعني لما يجي يرتبط، طبعا انتوا انسوا هذا الاسم، انتوا هذا الاسم، نعتبر هذا هو الايش الريفيرسابل. لما يجي يرتبط الانهيبيتور بالانزيم بيلغي الانزيم، لما يجي يرتبط الانهيبيتور بالانزيم بيلغي الانزيم، سواء زودت الكونسنتريشن قللت الكونسنتريشن بيلغي الانزيم، لانه يرتبط برابطه قويه بسميها كوفيلنت بوند ايرريفيرسابل انهيبيتور. يعني ما معنى ريفيرسابل انهيبيتور؟ انه ممكن يا اخواننا هذا الانهيبيتور ينقام من الانزيم والانزيم يصير اكتيفيتي. طب ايش يعني ايرريفيرسابل انهيبيتور؟ استحاله هذا الانهيبيتور ينقام من الانزيم، خلاص اول ما يرتبط الانهيبيتور بالانزيم بغير شكل الانزيم وبخليه انكتيف، وبخليه ايش انكتيف تمام. الريفيرسابل انهيبيتور، الريفيرسابل انهيبيتور عباره عن كومبيتيتيف ونان كومبيتيتيف انهيبيتور. الريفيرسابل انهيبيتور عباره عن كومبيتيتيف انهيبيتور ونان كومبيتيتيف انهيبيتور. ايش يعني كومبيتيتيف؟ كومبيتيتيف انه ارتباط الكومبيتيتيف انهيبيتور يعني ارتباط الانهيبيتور عند الاكتيف سايت تبع الانزيم، فعند زياده السبستريت، عند زياده السبستريت بيصير كومبيتيشن ومنافسه وتدافع بتوين الانهيبيتور
وبتوين السبستريت. فإذا فاز الانهيبيتور، الانهيبيتور بيستولي على الاكتف سايت، لكن إذا فاز السبستريت، السبستريت هو اللي بيستولي على الاكتف سايت، هذا بسميه كومبيتيتيف انهيبيتور. ايش يعني كومبيتيتيف انهيبيتور؟ يعني ارتباط الانهيبيتور في الاكتف سايت تبع السبستريت. طيب ايش يعني النون كومبيتيتيف انهيبيتور؟ ارتباط الانهيبيتور في مكان مش مكان الاكتف سايت تبع السبستريت. يعني هذا هو الاكتف سايت تبع السبستريت، اوكي، هذا هو الانهيبيتور، سموه نون كومبيتيتيف انهيبيتور. ارتبط هذا الانهيبيتور في مكان مش نفس مكان ارتباط السبستريت، فزيادة السبستريت ما بتعمل عملية كومبيتيشن، ما بتعمل عملية كومبيتيشن على الموقع. ليش؟ عشان موقع الانهيبيتور بيختلف عن موقع الاكتف سايت. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. طب ليش سموه نون كومبيتيتيف افهمنا، وانهيبيتور افهمنا، ليش سموه ريفيرسابل؟ عشان يا اخواننا هذا الانهيبيتور ممكن ينقام من الانزيم، لكن ليس عند زيادة الكونسنتريشن، بل عند اشياء اخرى، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. الان الكومبيتيتيف انهيبيتور، انه الكومبيتيتيف انهيبيتور عبارة عن ريفيرسابل. ايش بقول لي؟ بقول لي يا اخواننا المحترمين، لو انت زودت السبستريت، لو انت زودت تركيز السبستريت، رح يقدر السبستريت يزيح هذا الانهيبيتور ويقعد مكانه. وبالتالي لما انت عشان تحصل على النص في ماكس، عشان تحصل على نص في ماكس، انت بدك كونسنتريشن اكتر. لما بدك كونسنتريشن اكتر، يعني الكي ام بتزيد، يعني الكي ام ايش بتزيد، يعني الكي ام بتزيد. طب لما تزيد الكي ام يعني الافينيتي قلت. ايش يعني؟ يعني يا اخواننا المحترمين، الكومبيتيتيف انهيبيتور يزيد الكي ام، الافينيتي بتقل، بيزيد الكي ام، الافينيتي ايش بتقل. الان طب الفي ماكس، الفي ماكس ما بتتغير. ليش الفي ماكس ما بتتغير؟ عشان لو انا عندي 1000 انزيم كانوا بدهم سبستريت، مليون سبستريت، تمام، هذا بدون انهيبيتور، لكن عشان يا اخوانا الالف انزيم كلها تشتغل، لكن الالف انزيم بوجود الانهيبيتور بدها 2 مليون سبستريت. الان هل كل الالف انزيم اشتغلوا عند 2 مليون سبستريت؟ فلما يشتغلوا الالف انزيم عند 2 مليون سبستريت، الفي ماكس تبعتهم هي نفس الفي ماكس تبعت الالف انزيم عند يشتغلوا عند مليون سبستريت، لكن تركيز السبستريت هو اللي تغير. فلما تركيز السبستريت زاد عشان يحصل لي على نفس الفي ماكس، بتكون الكي ام زادت، الافينيتي قلت، تمام. وبالتالي لاحظ لما الكي ام تزيد السلوب بيزيد، وبالتالي يتجه المنحنى نحو محور السينات الموجب، وبالتالي السالب واحد على الكي ام بيزيد، السالب واحد على الكي ام بيزيد. ما هو يا اخواننا لما الكي ام ترتفع، الواحد على كي ام بيقل، الواحد على كي ام بيقل. طب الواحد على كي ام بيقل، بالسالب يعني بيزيد، بالسالب يعني ايش بيزيد. فهذا كله بيزيد متى؟ لما الكي ام تزيد. يعني لما، يعني يا اخواننا هلقيتي، لو 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 المنحنى هذا هان عند الاثنين، عند البوينت اثنين، اذا السالب واحد على كي ام عبارة عن بوينت اثنين، السالب واحد على كي ام عبارة عن بوينت اثنين، يعني زادت، وبالتالي ايضا الكي ام زادت. طيب هذا في الكومبيتيشن انهيبيتور. الان في النون كومبيتيتيف انهيبيتور، في النون كومبيتيتيف انهيبيتور ممكن يكون حاجتين، ممكن يكون ريفيرسابل وممكن يكون ريفيرسابل. اعيد، النون كومبيتيتيف انهيبيتور ممكن يكون ريفيرسابل وممكن يكون ريفيرسابل. ايش يعني؟ انه يا اخواننا، انه اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، النون كومبيتيتيف انهيبيتور
non-competitive inhibitor متى بيكون irreversible؟ لما الانهيبيتور يرتبط في الاكتف سايت. فلما الانهيبيتور يرتبط في الاكتف سايت والانهيبيتور عبارة عن covalent bond بيرتبط بكوفالنت مات وهو نون كومبيتيتيف انهيبيتور بيكون ايريفرسبل، استحاله هذا الانهيبيتور ينقام عن الاكتيف سايت. لكن لما النون كومبيتيتيف انهيبيتور يكون الوستيريك انهيبيتور، ايش يعني الوستيريك؟ يعني بيرتبط في مكان في غير مكان الاكتيف سايت، في اذر سايت بيكون ريفرسبل، بيكون ايش يا اخواننا؟ ريفرسبل. تمام. اذا متى بيكون النون كومبيتيتيف انهيبيتور، اي هذا الانهيبيتور نون كومبيتيتيف يا اخواننا، بيكون حاجتين، بيكون ايريفرسبل وبيكون ريفرسبل. ايريفرسبل لما يرتبط هذا النون كومبيتيتيف في الاكتيف سايت، ريفرسبل لما يكون از الوستيريكالي، يعني زي الالوستيريك افكت. الان بس نعرف شغله، النون كومبيتيتيف معناتها نون كومبيتيتيف يعني قد ما زودت السبستريت على الفاضي الانزيم راح يضل له انهيبيشن، قد ما زودت السبستريت على الفاضي الانزيم راح يقل له راح يضل له ايش؟ انهيبيشن. الان فانت لو كان عندك 1000 انزيم راح يصيروا بدل ال 1800، ليش؟ عشان 200 انزيم ارتبط فيه نون كومبيتيتيف انهيبيتور فلغاهم، لغاهم، فال 1000 انزيم راح يصيروا قديش؟ 800 انزيم. لاحظ لما عدد الانزيمات يقل الفي ماكس راح تقل، اذا الفي ماكس راح تقل. لما الفي ماكس راح تقل الواحد على في ماكس راح تزيد، فراح يكون المنحنى ناحيه محور الصعدات لفوق راح يرتفع، عشان الواحد على في ماكس راح ترتفع يعني الفي ماكس راح تقل. تمام. طيب السبستريت كونسنتريشن كانت ديسبلاي انهيبيتور، قد ما تزود السبستريت كونسنتريشن مش راح يا اخواننا مش راح يزيح الانهيبيتور، مش راح يقوم الانهيبيتور. تمام. يعني يا اخواننا انت قاعد بشيء لوس اوف انزيم، قاعد انت بتخسر ايش؟ انزيمات. فالفي ماكس قلت، الفي ماكس قلت. طيب هل الكونسنتريشن، هل الكونسنتريشن اوف سبستريت الها دخل؟ لا، الكونسنتريشن اوف سبستريت مالهاش دخل، وبالتالي الكي ام ثابته، الكي ام ثابته، الكي ام ايش؟ ثابته. تمام. لاحظ يا اخواننا لما الفي ماكس تقل السلوب بيزيد، السلوب بيزيد. اذا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ايش يعني ريفرسبل وايرريفرسبل؟ الريفرسبل يا اخواننا المحترمين يعني ممكن لو انت تزود السبستريت، السبستريت يعمل ديسبلاي للانهيبيتور ويشيل الانهيبيتور ويرتبط مكانه. طب الريفيرسابل قد ما تزود السبستريت على الفاضي. طيب ايش يعني كومبيتيتيف ونان؟ اسف يا اخواننا، اسف بالله عليكم سامحوني، اسف. ايش يعني ريفيرسابل وايرريفيرسابل؟ الريفيرسابل يعني الانهيبيتور بيقدر ينشال من الانزيم. ايش يعني ريفرسابل؟ الريفرسابل يعني الانهيبيتور بيقدر ينشال من الانزيم. الريفرسابل الانهيبيتور استحاله انه ينشال من الانزيم. الريفرسابل ليش؟ عشان الانهيبيتور بيرتبط في الانزيم عباره عن كوفيلنت. في الريفرسابل، الريفرسابل بتنقسم لحاجتين، كومبيتيتيف ونون كومبيتيتيف، كومبيتيتيف ونون كومبيتيتيف. ايش يعني كومبيتيتيف؟ انه انت لما تزود السبستريت بيقدر السبستريت يتخلص يعمل ديسبلاي للانهيبيتور. طب ايش يعني نون كومبيتيتيف؟ قد ما نزود من السبستريت على الفاضي. النون كومبيتيتيف ممكن تكون ريفيرسابل والنون كومبيتيتيف ممكن تكون ريفيرسابل. والله لما تكون ريفيرسابل النون كومبيتيتيف بيكون الانهيبيتور مش في الاكتيف سايت، لكن ريفيرسابل لما تكون النون كومبيتيتيف ريفيرسابل الانهيبيتور في الاكتيف سايت. الان يا اخواننا المحترمين هرجيت هاد عبارة عن competitive inhibitor. في competitive inhibitor لاحظ يا اخواننا الكي ام زادت، لاحظ يا اخواننا الكي ام زادت وبالتالي الافينيتي قلت. لاحظ الفي ماكس واحد على في ماكس ثابتة، واحد على في ماكس ثابتة، شايفين؟ لكن اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الكي ام زادت، شايفين الكي ام زادت، كان هانا في الاول لكن مع الانهيبيتور صار هانا، فالكي ام زادت يعني ناحيه محور الصينات الموجب.
سالب 1 على كي ام ايضا زادت. تمام. الان طب بالنون كومبيتيتيف انهيبيتور، النون كومبيتيتيف انهيبيتور لاحظ انه الكي ام ثابته. لاحظين السالب 1 على كي ام ثابته والكي ام ثابته، ولكن الفي ماكس قلت، فواحد على في ماكس زادت. شايفين الاخضر ارتفع عشان الواحد على في ماكس زاد. تمام. حتى يا اخوانا شايفين الاخضر الميل تبعه اكبر. تمام. الان يا اخوانا المحترمين الفي ماكس قلت، شايفين الفي ماكس قلت، فلاحظ لاحظ كان الفي ماكس هنا مثلا نقول 10، فصار الكي ام هنا نص، هذه 5. تمام. تمام. اذا الكي ام 5، لكن كانت هنا الفي ماكس اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، يا اخواننا انا هان مش عارف كيف اقول لكم انه الكي ام ايش ضلتها ثابته. انا الاشكاليه تو كان الفيديو واقف، فمش عارف انا وين وقفته. المهم اتمنى انه انا اكون شارح هذول الرسمات. الان اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. في يا اخواننا ادويه تحت الضغط اللي هو بسموها الستاتين، هذه از كومبيتيتيف انهيبيتور، از كومبيتيتيف انهيبيتور. الان يا اخواننا المحترمين في ادويه تحت الضغط اللي بتقلل الكوليسترول، اللي بتقلل الدهون، بسميها انتي هايبر ليبيديميا. هايبر ليبيديميا ارتفاع الليبيد، انتي يعني ضد ارتفاع الليبيد، هذه الادويه وبتكون از كومبيتيتيف انهيبيتور. تمام. وهو بيعملوا له ايش يا اخواننا؟ بيحطوا ذا فيرست كوميتد ستيب ان كوليسترول. الان في يا اخواننا تكون الكوليسترول، تكون الكوليسترول بعدة خطوات. في خطوة بسميها يا اخواننا كوميتد ستيب، يعني او ريجولاتوري ستيب، او الخطوة الأساسية او الخطوة الأهم او الخطوة الرئيسية في كل الخطوات. فبيجي هذا الستاتين بيوقف هذه الخطوة الرئيسية. تمام. فلما يوقف أهم، لما يوقف الستاتين أهم خطوة في بناء الكوليسترول، لما يوقف أهم خطوة في بناء الكوليسترول ما بيصير عندي كوليسترول، بقل تصنيع الكوليسترول، بقل الكوليسترول في الدم. تمام. إذا وظيفة الستاتين تقلل من تصنيع الكوليسترول، تقلل من تصنيع الكوليسترول في الجسم. إذا يا أخواننا الكوليسترول تم تصنيعه من الجسم بسميه دي نوفو. ايش يعني دي نوفو كوليسترول؟ يعني الكوليسترول تم تصنيعه في الجسم. طيب الستاتين بحبط الدي نوفو كوليسترول سينثيسيس. كيف يا اخواننا؟ الانزيم اللي مسؤول عن الكوميتنج ستيب او اهم خطوة في صناعة الكوليسترول هو ايش اسمه؟ اتش ام جي كو اي ريدكتيز، اللي هو هيدروكسي ميثيل جلوتاريل كو اي ريدكتيز. هذا حناخده في بايو 2 باذن الله عز وجل بالتفصيل. فاذا خلص انت احفظ اتش ام جي كو اي ريدكتيز. هذا الانزيم، هذا الانزيم الستاتين بيعمل له كومبيتيتيف انهيبيتور. كومبيتيتيف ايش؟ انهيبيتور. يا اخواننا اتش ام جي كو اي ريدكتيز هذا عباره عن انزيم بيرتبط فيه مركب اسمه اتش ام جي كو اي. اذا في انا عندي يا اخواننا مركب اسمه اتش ام جي كو اي، هذا الاتش ام جي كو اي لا كان يرتبط، كان يرتبط بالاتش ام جي كو اي ريدكتيز. فيا اخواننا بيجي الستاتين، من هذه الستاتين اتروفاستاتين برافاستاتين، برافاستاتين اتروفاستاتين. مثلا هان يا اخواننا المحترمين البرافاستاتين كومبيتيتيف انهيبيتور. الان السبستريت الاتش ام جي كو اي ريدكتيز، اسف الاتش ام جي كو اي هذا السبستريت، البرافاستاتين يا اخواننا له تقريبا، شايفين هذه، شايفين يا اخواننا هذه، هجيت هذا الاستراكشر تقريبا بيشبه هذا الاستراكشر. اعيد، هذا الاستراكشر تقريبا بيشبه هذا الاستراكشر، يعني هاي الـ OH وهاي الـ CH3، هاي الـ OH وهاي الـ CH3،
وهي الكاربوكسيل جروب، هاي الكاربوكسيل جروب، وتقريبا يعني هذا بيشبه هذا. فيا اخوانا الدواء اللي انا بدي اعطيه البرافاستاتين تقريبا بيشبه ال اتش ام جي كو اي، وبالتالي البرافاستاتين هو اللي راح يرتبط بال اتش ام جي كو اي ريدكتيز وليس ال اتش ام جي كو اي، وبالتالي بيعمل كومبيتيتيف انهيبيتور. شايفين بيرتبط في الاكتيف سايت، بيرتبط ايش في الاكتيف سايت، في الاكتيف سايت. فالاستراكشرال تبعت هذه الادويه انالوجز مشابهه لمين؟ للسبستريت تبع الانزيم. اذا يعني هذا الدواء الاستراكشر تبعه مشابه للسبستريت تبع الانزيم، تمام؟ عشان كده بيعمل انهيبيشن للاتش ام جي كو اي ريدكتيف كومبيتيتيف انهيبيتور، وبالتالي بيقلل هذا علاج لتقليل الكوليسترول في البلد عن طريق انهيبيشن دينوفو كوليسترول سينثيسيز، عن طريق تحبيط تصنيع الكوليسترول من داخل الخلية. فأنا ما بدي أصنع كوليسترول، دينوفو سينثيسيز أي تصنيع الكوليسترول من داخل إيش الجسم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا الكومبيتيتيف انهيبيتور. الآن يا أخواننا ناخد على اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد النون كومبيتيتيف انهيبيتور. الآن يا أخواننا في انزيم بسموه كوكس واحد وكوكس اثنين. هذا الكوكس واحد وكوكس اثنين يحتوي على سيرين. عند موقع 529 يحتوي على ايش؟ سيرين. طبعا يا اخوانا انتم عارفين السيرين يحتوي على او اتشز، السيرين يحتوي على ايش؟ او اتشز. فيا اخوانا المحترمين بيجي دواء ايش بسميه؟ الاسبرين. دواء ايش؟ الاسبرين. هذا دواء الاسبرين بيعمل طبعا سيوله في الدم وكذا، ما علينا. اسمه ايش؟ اسيتيل ساليسيليت، أسيتيل ساليسيليت. هذا الأسبرين بيضيف أسيتيل جروب، بيضيف أسيتيل جروب. يعني شايفين هذا الأسبرين، هذا هو الأسبرين عبارة عن ساليسيليت وأسيتيل جروب، إذن بسميه أسيتيل ساليسيليت ككل بسموه اسم أسبرين. بيجي هذا الأسبرين أو الأسيتيل ساليسيليت، بيجي هذا الاسبرين بيضيف اسيتيل جروب على الاو اتشز تبعت السيرين في الاكتيف سايت، في الاكتيف سايت. فبتحول الكوكس واحد او الكوكس اثنين من اكتيف الى ان اكتيف سايكلوكسيجينيز. طبعا السايكلوكسيجينيز يعني الكوكس واحد او الكوكس اثنين. اعيد، الاسبرين بيضيف اسيتيل جروب على الاو اتشز تبعت السيرين اللي موجودة في الانزيم، اللي موجودة في الاكتيف فورم تبع الانزيم. فشايفين ضاف عليه اسيتيل جروب، ضاف عليه اسيتيل جروب، فتحول من اكتيف الى ان اكتيف. الان صارت هذه الاضافة في وين؟ في الاكتيف فورم. وهذه الاضافة نون كومبيتيتيف ايرريفيرسابل، ايرريفيرسابل، ايرريفيرسابل ونون كومبيتيتيف، تمام؟ الان فبصير ان اكتيف. فالكوكس واحد والكوكس اثنين بصير ان اكتيف. لما يصير ان اكتيف بيمنع 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 ارتباط الاراكودونيك اسيد في الكوكس السايكلوكوكسيجينيز. اعيد، هل قلتها؟ كان في الاول يرتبط الاراكيدونيك اسيد هان، كان يرتبط الاراكيدونيك اسيد هان ويعطيني البروستاجلاندين، ويعطيني ايش؟ البروستاجلاندين. لكن لما انا عملت ان اكتيفيشن للكوكس واحد او الكوكس اثنين او ان اكتيفيشن للسايكلوكوكسيجينيز، لما انا عملت الان اكتيفيشن بطل الاراكيدونيك اسيد يقدر يرتبط، بطل الاراكيدونيك اسيد يعطيني بروستاجلاندين، بطل الاراكيدونيك اسيد يعطيني بروستاجلاندين. فبسميه هذا important distinguish from all other نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج. يا اخواننا الاسبرين عباره عن انتي انفلاماتوري دراج، الاسبرين عباره عن انتي انفلاماتوري دراج. ايش يعني انتي انفلاماتوري دراج؟ يعني دواء يستخدم ضد الانفلاميشن. ليش؟ عشان البروستاجلاندين اصلا هو ميديشن للانفلاميشن. ايضا الاسبرين بيستخدم لسيوله الدم وبيستخدم لتخفيف الالم. ليش؟ عشان هو البروستاجلاندين مسؤول عن الألم، مسؤول عن البين،
تمام. فأنا لما أمنع تكون البروستاجلاندين راح يكون أنتي إنفلاماتوري إدراج. فالأسبرين بيختلف عن كل النون استيرويدال نون استيرويدال أنتي إنفلاماتوري إدراج، تمام. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. يعني أنا عملت أسيتيليشن. الآن يا أخواننا نيجي على موضوع very 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 important، regulation of enzyme activity. أنا بدي أعمل تنظيم للإنزيم activity. اللي راح يتحكم في الإنزيم activity هو ثلاث أشياء: allosteric effector covalent modification أو synthesis تبعت الإنزيم. يا أخوانا السينثيسيس تبعت الإنزيم يعني زيادة تصنيع الإنزيم أو نقصان تصنيع الإنزيم. يعني هنا يا أخوانا أنا بتحكم في الفي ماكس، في الفي ماكس يعني السينثيسيس تبعت الإنزيم، الإكسبريشن تبعت الإنزيم، التصنيع تبع الإنزيم. طيب الكوفيلانت موديفيكيشن، الكوفيلانت موديفيكيشن يعني الفوسفوريليشن تبعت الإنزيم والدي فوسفوريليشن تبعت الإنزيم. طيب الألوستيريك إفكتور يعني بيجي بيرتبط هذا الإفكتور في مكان مش في الأكتيف سايت، بيجي بيرتبط هذا الإفكتور في مكان مش في الأكتيف سايت. الآن يا إخواننا المحترمين أنا لما بدي أتحكم في الإنزيمات، تمام، هذا حسب بعمل تنظيم للميتابوليك بروسيس. يعني أنا ليش بدي أتحكم في الإنزيمات؟ عشان أعمل تنظيم للميتابوليك بروسيس. يعني مثلا والله يا إخواننا الإنسان وهو صايم، وهو صايم الجلوكوز بيقل، الجلوكوز بيقل، فالإنزيمات اللي بتصنع جلوكوز بدي أحفزها، الإنزيمات اللي بتصنع الجلوكوز بدي أحفزها. مثلا الإنسان أكل كتير فالجلوكوز زاد في الجسم، فالإنزيمات اللي بتصنع جلوكوز بدي أحبطها، لكن الإنزيمات اللي بتحول الجلوكوز الى جلايكوجين بدي ازودها. فهذا يا اخواننا انه انا بعمل كوردينيت للميتابوليك بروسيس، تمام. وكمان لما انا يا اخواننا انكريز في سبستريت معين، تمام، انا بدي ازود الانزيم اكتيفيتي عشان السبستريت يرجع للنورمال. يعني انا عندي الاي بتتحول لبي، تمام، فلما الاي تزيد بشكل كبير، تمام، راح ازود من الانزيمات عشان احول من A ل B، فترجع ال A للوضع النورمال، ترجع ال A لوضع ايش؟ النورمال. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. فالريجوليشن اوف انزيم حسب الميتابوليزم، ممكن ازود الاكتيفيتي او اقلل الاكتيفيتي تبعت ايش؟ الانزيم. الريجوليشن اوف انزيم ممكن ازود الاكتيفيتي تبعت الانزيم او اقلل الاكتيفيتي تبعت الانزيم. يعني ازود الكي ام او اقلل الكي ام، ازود الكي ام او، ما هو يا اخواننا لو انت قللت الاكتيفيتي تبعت الانزيم اذا انت قللت الكي ام، تمام. لو انت زودت الافينيتي تبع لو انت قللت الاكتيفيتي تبعت الانزيم، يعني انت قللت الافينيتي تبعت الانزيم، يعني انت زودت الكي ام. لو انت زودت الاكتيفيتي تبعت الانزيم يعني زودت الافينيتي تبعت الانزيم، يعني انت قللت الكي ام. برضو ممكن تتحكم في الترانسكريبشن تبعت الانزيم، اما بتزود الترانسكريبشن تبع الانزيم بيزيد النمبر اوف انزيم بيزيد الفي ماكس، او بتقلل الترانسكريبشن تبع الانزيم بيقلل النمبر اوف انزيم بيقلل الفي ماكس. والله يا اخوان هذول انا متاكد سهلات. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. ما علينا، هو انا عشان بس ما بدي اخذ وقت. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. يا اخواننا المحترمين يلي ما بده الفيديو يطول، انا هدول الرسمات ان شاء الله، وهدول الرسمات تمام. بدي راح اشرحهم الفيديو، تمام، تحت عنوان ايش؟ regulatory regulation of enzyme. يعني حتلاقي الفيديو اسمه regulation of enzyme، حيكون بعد هذا الفيديو ان شاء الله عز وجل. فخلونا نخش يا اخوانا على ايش؟ على الالوستيريك بايندينج سايت. انا ليش فطيت؟ عشان يلي ما بده الفيديو يطول وبده يقرا الرسمات لحاله، ما هن سهلات. الان الالوستيريك بايندينج سايت، ايش يعني الالوستيريك بايندينج سايت؟
الآن يا إخواننا المحترمين، إنه أنا عندي يا إخواننا الألوستيريك إنزيم ريجوليشن باي إفكتور أو موديفاي. إيش يعني إفكتور؟ يعني إشي بتحكم في الإنزيم، والموديفاي إشي بيعمل موديفيكيشن للإنزيم. الآن هلقيتي هذا يا إخواننا، أنا في عندي مكان برتبط عليه مين؟ السبستريت. لكن في أنا عندي يا إخواننا إفكتور برتبط في مكان مش في الأكتيف سايت، برتبط في أذر، يعني في أذر سايت، تمام؟ برتبط في مكان، يعني مثلا يا إخواننا مثلا هاي إيش الإنزيم، تمام؟ الآن السبستريت برتبط هنا، تمام؟ هذا الأكتيف سايت. لكن أنا عندي يا إخواننا الألوستيريك إفكتور برتبط هان، برتبط هان لكن بتحكم في الأكتيف سايت. ها برتبط، ما برتبط في الأكتيف سايت لكن بتحكم في الأكتيف سايت، وبرتبط بنان كوفيلنت موديفيكيشن. إذا برتبط في نان كوفيلنت بوند، يعني بيكون ريفيرسابل. برتبط في نان كوفيلنت بوند بيكون إيش؟ بيكون نون كومبيتيتيف ريفيرسابل. انا اقول ليش قلت ريفيرسابل؟ قلت ريفيرسابل عشان نون كوفيلنت، الرابطه نون كوفيلنت. انا قاعد بتكلم في الالوستيريك، الرابطه نون كوفيلنت. طب ليش قلت انا نون كومبيتيتيف؟ عشان يا اخواننا المحترمين، قد ما تزود في السبستريت مش راح ياثر على الافكتور، وانما عوامل تانية بتاثر على ايش؟ الافكتور. تمام. الآن يا إخواننا الإنزيم إلو مالتيبل سبيونت، العديد من إيش؟ السبيونت. إلو ريجيولاتوري سبيونت اللي فيها الأكتيف سايت، تمام؟ اللي فيها اللي راح ترتبط السبستريت، تمام؟ لا آسف يا إخوانا، بالله عليكم سامحوني. الإنزيم إلو مالتيبل سبيونت، العديد من السبيونت. واحدة من السبيونت بسميها ريجيولاتوري سبيونت. الريجيولاتوري سبيونت هو اللي راح يرتبط عليه الإفكتور أو راح يرتبط عليه الألوستيريك، تمام؟ أو الموديفار. أما في برضو سبيونت لمين؟ للسبستريت. فهذه السبيونت للسبستريت، وهذه السبيونت لمين؟ للريجيولاتوري، تمام. الآن يا إخواننا المحترمين، الكوميتنج ستيب بتكون في الايرلي ان باث واي. مش احنا قلنا في الباث واي هو بتاعت طريقه التفاعلات، سلسله التفاعلات. التفاعل الرئيسي في الغالب بيكون في بدايه الباث واي، تمام. الان ايش يا اخوانا بيقول لي؟ لما يرتبط الالوستيريك افكتور في الانزيم بيغير الافينيتي تبعت الانزيم، وبيعمل موديفاي للاكتيفيتي تبعت الانزيم، تمام؟ بيعمل يعني يا اخواننا بيغير الافينيتي تبعت الانزيم، وبيعمل موديفاي للاكتيفيتي تبعت الانزيم، للماكسيمم كاتاليتيك اكتيفيتي تبعت الانزيم، او في التنتين، يعني في الافينيتي وبيعمل موديفيكيشن، تمام. الان يا اخواننا المحترمين، في حاجه بسموها نيجاتيف افكتور وبوزيتيف افكتور. النيجاتيف افكتور بيعمل انهيبيشن للانزيم اكتيفيتي، البوزيتيف افكتور بيعمل انكريز للانزيم اكتيفيتي. الان يا اخواننا هذه الريجيولاتوري سايت اللي راح يرتبط عليها الافكتور، وهذه يا اخواننا السبيونت تبعت اللي بيرتبط فيها السبستريت. فيا اخواننا لما يا اخواننا يرتبط، ها لما يرتبط البوزيتيف موديليتور في الريجيولاتوري سبيونت بيزيد، ها ايش يعني بوزيتيف؟ يعني بيزيد الاكتيفيتي تبعت الانزيم، فالاكتيفيتي تبعت الانزيم بتزيد، تمام؟ اذا لما يرتبط الريجيولاتور لما يرتبط البوزيتيف موديليتور او البوزيتيف افكتور في الريجيولاتوري سبيونت بيزود الاكتيفيتي تبعت ايش؟ الانزيم، تمام؟ وعرفنا ايش يا اخواننا الوستيريك انزيم، وكي اخواننا بياثروا على الفي ماكس او على الكي ام او على كلاهما. كيف يا اخواننا بده ياثر على الكي ام؟ اذا زود الافينيتي بيقلل الكي ام، واذا قلل الافينيتي بيزود الكي ام. طب كيف بده يزوده على الفي ماكس؟ كيف بده يلعب في الفي ماكس؟ اذا يا اخواننا لما يرتبط الريجيولاتوري موديوليتور في الريجيولاتوري سايت،
وعمل موديفيكيشن يا اخواننا للانزيم ولغى بالكامل الاكتيفيتي تبعت الانزيم، فكانه لغى الانزيم، الفي ماكس، راح تقل، الفي ماكس راح يا اخواننا ايش تقل. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الان يا اخواننا المحترمين شايفين يا اخواننا السيجمويدال شيب، مش الهايبر بوليك، شايفين يا اخواننا سيجمويدال شيب. ليش يا اخواننا سيجمويدال شيب؟ عشان هدول عباره عن الستيريك افكتور، اذا عباره عن الستيريك افكتور، تمام. فاذا هدول الكيرفات، هدول الكيرفين يا اخواننا ما يعني ما بيشيروا للميكيلس من منتن اكويجن، ما بيشيروا لمعادله الميكيلس، تمام. حتى تطلع هنا فيش كي ام، وانما كي بوينت 5 مش كي ام، وانما كي بوينت 5. ليش؟ عشان الكي ام كانت للميكيلس وهنا مش ميكيلس، تمام. الان في بعض الالستريك افكتور بقلل الفي ماكس، وفي بعض الالستريك افكتور بزود الفي ماكس، في بعض الالستريك افكتور بزود الكي ام بقلل الافينيتي، وفي بعض الافكتور بقلل الكي ام يعني بزود الافينيتي، يعني بزود ايش الافينيتي. هدول عباره عن الستريك افكتور، بالله عليكم يا اخواننا. في بعض الالستريك افكتور انهيبيتور يعني بقلل الفي ماكس، او انهيبيتور بزود الكي ام يعني بقلل الافينيتي. اللهم صلي على نبينا محمد. الان يا اخواننا المحترمين، الان الافكتور ممكن يكون هوموتروبيك افكتور او هيتيروتروبيك افكتور. لما السبستريت نفسه، هو اللي يعمل افكتور بسميه هوموتروبيك افكتور. طبعا الستريك افكتور كيف يعني؟ يعني يا اخواننا المحترمين، يعني عرقيتي هاي يا اخواننا ايش الانزيم، هذه الريجولاتوري سايت وهذه الكاتاليتيك سايت. يا اخواننا الريجولاتوري سايت هو اللي راح يرتبط عليه الافكتور، اما الكاتاليتيك سايت هو اللي راح يرتبط عليه يا اخواننا السبستريت. يعني لو واحد ايش قال لك ايش يعني كاتاليتيك سايت، هو اللي راح يرتبط عليه السبستريت. فلاحظ هنا يا اخواننا كان الافكتور، نفس السبستريت، اي هناك مكان في الانزيم في الريجولاتوري سب يونت لا مكان للافكتور، لكن هذا المكان بيكون للسبستريت، تمام. فزي ايش؟ زي قصه الهيموجلوبين. مش قلنا في الهيموجلوبين لما بيرتبط اكسجينة بتزود الافينيتي لاذر سايت، فلما ترتبط 2 اكسجين بتزود الافينيتي للمكان الثالث انه يرتبط بالاكسجين، بتزود الافينيتي. فهذا بسميه ايش يا اخوانا؟ هوموتروبيك افكتور، زي قصه الهيموجلوبين والاكسجين بايندينج. وبالتالي في الغالب، بيكون بوزيتيف افكتور، بيكون بوزيتيف افكتور. هو بيعطيني اصلا السيجمويدال كيف. انا قلت لكم مين كان يعطيني السيجمويدال كيف؟ اللي هو اللي لما قلنا نقول الالستريك افكتور لما كانت ترتبط الاكسجينه الاولى، يعني حتى قلنا ارتباط اخر اكسجينه الافينيتي تبعتها اكثر ب 300 مره من ارتباط اول اكسجينه، تمام. وبيعطينا هو السيجمويدال شيب. لكن لما يكون الافكتور مش هو السبستريت بسميه هيتيرو اتروبيك افكتور، هيتيرو اتروبيك افكتور. الان يا اخوانا انا في عندي انزيم الاي بيعطيني بي والبي بيعطيني سي والسي بيعطيني دي والدي بيعطيني اي. الاصل الاي هرقيتي الاي هذه لما تزيد، بتروح تعمل انهيبيشن للاي، بتروح تعمل انهيبيشن لهذا الانزيم، فبمنع تحول الاي الى بي. اعيد، لما الاي تزيد بيعمل انهيبيشن لهذا الانزيم، بمنع تحول من اي الى بي، فالعمل انهيبيشن للانزيم اللي هو الاي. طبعا الاي بيعمل انهيبيشن لهذا الانزيم، هكذا هذا الانزيم السبستريت تبعه الاي وليس الاي، تمام. هذا بسميه ايش؟ هيتيرو اتروبيك افكتور. زي مين؟ زي اخواننا البي اف كي واحد، اللي بيعمل له انهيبيشن الستريت، فالستريت بيعمل انهيبيشن للبي اف كي واحد. طبعا البي اف كي واحد عباره عن انزيم اللي بيعمل له انهيبيشن الستريت، مش سبستريت للبي اف كي واحد، ليس سبستريت للبي اف كي واحد،
تمام، ودائما بيكون نيجاتيف فيدباك او انهيبيتور فيدباك، تمام، وليس بوزيتيف افكتور، انما نيجاتيف افكتور. تمام، اتمنى اكون وصلت الدرس هذا، بس عامله مهم جدا يا اخواننا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. بهيك بإذن الله عز وجل بنكون خلصنا المحاضرة الثالثة. يعطيكم العافية جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.